لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 30 أغسطس، والنهاردة القمر مازال موجود في برج الحمل. عندنا كمان عطارد موجود في الأسد، والشمس في العذراء، وفينوس في الميزان، والمشتري في العقرب، والمريخ في الجدي. وعندنا أربع كواكب مازالوا بيتراجعوا: أورانوس بيتراجع في برج الثور، وزحل وبلوتو بيتراجعوا في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. عندنا كمان النهاردة حالة تنافر فلكي، عندنا القمر اللي موجود في الحمل بيتنافر مع فينوس اللي في الميزان. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج.